أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سارت أجواء حارة في عموم المناطق، وتكاثرت كمية من الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الجنوبية الغربية، عملت على هطول زخات متفرقة ومحدودة من المطر. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية مع 29 درجة مئوية، الملموسة 28، الرطوبة حوالي 16%، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكها 40 إلى 26 درجة مئوية، نفس الحرارة تقريبا في عرعر، أما تبوك 37 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية نبدأها بالمدينة المنورة، تفرق لبعض الغيوم 40 إلى 27 درجة مئوية، جدة 36 إلى 29 درجة مئوية، مكة المكرمة طقس صافي مع 41 إلى 26 درجة مئوية، والطائف 30 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 28 إلى 18، أبها 29 إلى 20، وجازان 38 إلى 31 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الإحساء طقس حار 44 إلى 28 درجة مئوية، نفس الحرارة في حفر الباطن، أما الدمام تفرق لبعض الغيوم مع 41 إلى 28 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة الرياض، تفرق لبعض الغيوم 42 إلى 30 درجة مئوية، طقس حار في بريدة 43 إلى 28، وحائل 40 إلى 24 درجة مئوية مع طقس حار بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.